عكس دول أخرى، أعتقد أنا أشير الآن بالأسبوع إلى دولة الجوار، كل ما وقعت شي حاجة إلا وكينسبوها المغرب، رغم أن هذا الحديث يؤكد بالدليل وبالحجة ومن خلال تقارير ديال الإخوان أن كل هؤلاء المهاجرين الذين يدخلون إلى المغرب يدخلون عبر معبر جوج بغال وعبر الحدود المغربية الجزائرية، وهذه العملية ديال العبور هي عملية منظمة تتم بتنسيق بين شبكات متخصصة في تهجير البشر وفي التجارة بالبشر وفي في 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 جرائم الهجرة السرية، وبالتالي ما كنميلوش لتحميل المسؤوليه لهذه العمليه ديال نحمل المسؤوليه لشي جهه، ولكن الواقع يؤكد على انه راه الجزائر منها من كيجيو هاد المهاجرين. شكرا على الاستضافه الكريمه. اولا يجب التاكيد على ان البيان الذي صدر بالامس اصدره الاصدقاء وصديقات في المكتب الاقليمي للعصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان بالناظور، ورافقه أيضا تقرير مفصل داخلي توصلنا به من طرف الإخوان في الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزغنغن، وتطرق إلى كل التفاصيل المحيطة بقضية محاولة اختراق المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء لسياج الفاصل بين بني نصار ومليليا المحتلة. سواء تعلق الأمر بالتقرير الداخلي أو بالبيان أو بالاتصالات التي أجريناها مع إخواننا هناك، تأكد على أن هذه العملية أو هذا الحادث هو حادث مدبر وتم التخطيط له يعني من طرف جهات تشتغل في شكل عصابات التجار في البشر، تهريب وتهجير المهاجرين السريين وخاصة المواطنين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. تأكد أيضا للأصدقاء والصديقات الإخوة والأخوات في فروع مدينة الناظور والنواحي على أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين هم على أي حال ضحايا مغرر بهم، حيث يتم استغلال أوضاعهم المأساوية ووضعهم الاجتماعي والدفع بهم نحو السياج من أجل إرباك كل النظم الأمنية التي أسستها السلطات الأمنية هناك بتلك المنطقة. طبعا لا في التقرير لا في البيان تأكد أن الإجراءات التي قامت بها السلطات بمدينة الناظور من أجل الحيلولة دون وصول عدد من المهاجرين السريين نحو السياج الفاصل بين بني نصار ومليليا المحتلة أو عن طريق التهجير عبر قوارب الموت، كل هذه الإجراءات التي تم القيام بها اليوم تحاول هذه العصابات تجاوزها بمناوشات من قبيل ما شاهدناه ليلة السبت. على عكس ما تم تداوله من طرف عدد من المواقع الإلكترونية وفي تصريحات عدد من المنظمات الحقوقية، أن هذا الأمر ليس هذا الحادث ليس بالحادث غير المسبوق، سبق هذا الحادث حوادث أخرى، لكن هذا الحادث بعد حدوث حالات وفاة نأسف لحدوثها في هذا الحادث وبعد تسريب المقاطع الفيديو التي شاهدها الجميع، يعني هذا الحادث خدا من الرأي العام القسط الذي يستحقه من النقاش ومن الإدانة ومن الاستنكار ومن الأسف النتائج التي وصل إليها هذا الحادث. فهذا حادث ماشي حادث غير مسبوق، كانت حوادث سابقة وبنفس المنهجية، حيث أنه كيتم أولا
إشعال أو إضرام النار في الغابة، غابة غوروغو، ومحاولة إلهاء السلطات بإطفاء النيران، ومواجهة مجموعة من هؤلاء الأفارقة الذين بالضرورة يكونون مسلحين بمدججين بأسلحة، سواء عصي أو سواطر أو سلاسل حديدية. وفي نفس الوقت تقوم مجموعة أخرى بمحاولة اختراق السياج. إذن التكتيك يعني تكرر مرات متعددة. اليوم السلطات كانت مستعدة لهذا الأمر حسب ما وصلنا من طرف الإخوان، فتوجهت مجموعة لمحاولة يعني إطفاء للحد من اندلاع النار في الغابة، ولاعتقال مقترفي هذه الجريمة ديال إحراق الغابة. ثم المجموعة الأخرى توجهت لمنع هذه العملية ديال محاولة الاقتحام أو محاولة تجاوز السياج. طبعا هذا الحادث أدى إلى مواجهات كما شاهدتم وكما توصلنا به من طرف الإخوان، يعني الصور خطيرة جدا. يعني الأسلحة التي كان يتوفر عليها هؤلاء يعني أسلحة يعني مرعبة. سلاسل من بعض منها يعني تم صناعته من أجل المواجهة، سلاسل أطواق يدوية من أجل يعني المواجهة. يعني كل هذيك الأسلحة كتأكد بأنه الناس كانت عندهم نية ديال المواجهة، وهذا الأمر مخطط لهم يعني سابقا. فاحنا كنعرفوا بأنه هذا الأمر الأمن ما يمكنش يجي يبدا يتفرج في هذا الشيء، ضروري غادي يواجه أو ضروري يحاول يمنعهم. وماشي هذا الشيء ما يدارش غير فقط مع الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، يمكن يدار حتى مع مغاربة إلى حاولوا مغاربة أنهم يقوموا بهذا الفعل الإجرامي الذي يعاقب عليه القانون. فالسلطات أو رجال إنفاذ القانون ضروري غادي يواجههم. المواجهة مادام هادو مسلحين والاخرين واجدين باش يضبطوا القانون، الا غادي يكون ضحايا. مع الاسف هذا امر لا نريده ان يتكرر، ولا نريد ان نشاهد هذه المشاهد في بلادنا، ولكن حدث ما حدث. والمغرب يعتبر بشهاده فرقاء دوليين يعتبر يعني نموذج من النماذج التي يحتذى بها في مجال التعامل مع المهاجرين، خاصه منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. والمغرب أيضا أطلق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والمغرب كان رائدا في مسألة الدعوة إلى اهتمام الاتحاد الإفريقي بقضية الهجرة، وكان من الرواد الداعين إلى تأسيس المرصد الإفريقي للهجرة، ووضع القواعد الأساسية لهذا المرصد، واقترح مجموعة من البدائل لتفادي توافد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الشمال ونحو أوروبا. إذن المغرب عنده هذه السمعة الطيبة، يجب أن يحافظ عليها وأن لا يكسرها بمثل هذه السلوكات وبمثل هذه المشاهد. إذن عموما نحن كعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كمنظمة حقوقية، نعتبر أن تدخل السلطات من أجل الحد من زحف العصابات الإجرامية هو واجبها، وعليها أن تقوم بهذا الواجب على أحسن وجه. وفي نفس الوقت عليها أن تنتبه لمجموعة من التجاوزات ومجموعة من الخروقات التي يمكنها أن تضرب كل تلك المجهودات في الصفر. وفي الواقع نحن كدولة يعني من المفروض أن تحترم نفسها من خلال احترامها للقانون، احترامها للمؤسسات ديالها، تحملها لمسؤوليتها في كل القضايا التي تقع على امتداد ترابها. لا نميل إلى يعني تعليق بعض المشاكل على شماعة بعض الجهات عكس دول أخرى. وأعتقد أنا أشير الآن بالأسبوع إلى دولة الجوار، كل ما وقعت شي حاجة إلا وكينسبوها المغرب. رغم أن هذا الحديث
يؤكد بالدليل وبالحجة ومن خلال تقارير ديال الإخوان أن كل هؤلاء المهاجرين الذين يدخلون إلى المغرب يدخلون عبر معبر جوج بغال وعبر الحدود المغربية الجزائرية. وهذه العملية ديال العبور هي عملية منظمة تتم بتنسيق بين شبكات متخصصة في تهجير البشر وفي التجار بالبشر وفي في 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 جرائم الهجرة السرية. وبالتالي ما كنميلوش لتحميل المسؤولية لهذه العملية ديال نحملوا المسؤولية لشي جهة، ولكن الواقع يؤكد على انه راه الجزائر منها من كيجيو هاد المهاجرين خاصة في هذه الظرفية، وانه المغرب ثم من غير هذه الظرفية المغرب اليوم بين نقاط القوة التي يعني تحسب له هو اهتمامه بالمهاجرين الأفارقة. وهذا اهتمامه بالمهاجرين الأفارقة فتح له واحد الآفاق ديال التعاون والاحترام أيضا من طرف مجموعة من الدول الإفريقية المصدرة لهؤلاء المهاجرين. وبالتالي فدولة الجوار أو الجارة تعتبر أن هذه نقطة قوة، وأن هاد المسألة هي كتخلي هاد الدول الإفريقية تحترم المغرب. إذن فالمفروض أننا نشوشوا على هاد المجهود ونخليو الناس تشوف بعين الريبة للمغرب. أعتقد بأنها ما نجحتش لأنه في جميع الحالات السلطات كتقوم بالمجهود ديالها. أيضا ما نساوش الدور ديال المجتمع المدني، هناك عدد من الجمعيات الحقوقية رغم أن هؤلاء يقومون بأعمال مخالفة للقانون نعتبرهم نحن كمنظمات حقوقية مغرر بهم، لا نحملهم المسؤولية أوضاعهم الاجتماعية أوضاعهم المأساوية أوضاعهم الإنسانية يعني تحجب يعني عنا يعني النظر إلى كل تلك المساوئ التي يمكن أن تأتي من جانبهم. بالتالي فهذه الجمعيات الحقوقية كتقوم بعدد من المبادرات ديال إسعافهم، ديال إمدادهم بالطعام، ديال التعامل الحسن معهم. ثم احنا بالنسبة لنا كمغاربة بشكل عام مغاربة يعني بشكل سلس تعايشوا مع المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء. اليوم بالنسبة لي أنا يمكن نشوف عكس في واحد المجموعة من الدول وغير في الجزائر مثلا، يمكن يكون عايش معايا إفريقي في نفس العمارة أو في نفس الزنقة ونتعامل أنا وياه تعامل حسن، وكنتعامل معاه على أساس الأخوة الإفريقية اللي كتجمعنا أو الأخوة الإنسانية اللي كتجمعنا. فالمغاربة الحمد لله كاين واحد التعامل حسن مع جل المهاجرين كيف ما كانت الجنسيات ديالهم، خاصة المهاجرين الأفارقة. إذن هاد الناس هادو كيلقاو الترحيب في بلادنا، مرحبا بهم، إلا عندنا خبزة نقسموها ما عندناش مشكل، ولكن في نفس الوقت ما نبغيهمش ينساقوا وراء بعض السلوكات أو بعض المناورات اللي من شأنها أنها تأثر على السمعة ديال بلادنا. طبعا هذا المشهد اللي شفناه هو مشهد بسيط وصغير في أمام يعني العلاقات الإنسانية اللي كتجمعنا بالإخوان ديالنا الأفارقة، سواء كمؤسسات الدول أو كمواطنين اللي كيجيو عندنا لنا ولا اللي حتى اللي كنمشيو عندهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.